تعادل سلبي في الشوط الاول بين الاهلي وطلائع الجيش في شوط متوسط المستوى. يعني شفنا بعض الاحيان في البدايه بالذات شفنا يمكن الكابتن عبد الحميد بسوني كان عنده جرأه شويه لمده 5 أو 10 دقائق، ولكن بعد كده الاستحواذ والسيطره بقى النادي الاهلي، بس قلت الخطوره على مرمى محمد بسام الا من كره علي معلول العرضيه، وكره مش مشكوك في صحتها. الوضع الطبيعي في الكره ديت ان انا حتى كفار اخد وقت فيها لان مشكوك فيها جدا. الراجل بتاع طلائع الجيش رجله اليمين الثابته على خط المرمى، على خط ده لو اللي على الفار سيبنا من التصوير دلوقتي، التصوير كان كان احنا بنتصور فعلا بكاميرا التليفون محمول، أسوأ تصوير في العالم. يعني انا مش عارف الناس دي ما بتفرجش على حاجه بره ولا ايه بالظبط، أسوأ تصوير في العالم. يعني كنا بنتكلم مع بعض قلنا حتى الراجل لو رجع في الثلاث اربع حاجات ديت، الثلاث اربع صور اللي جت مفيش ولا واحده تبين ان الكوره جول، ولكن الكوره الاولانيه باينه. لو وقفت الكاميرا، لو وقفت الصوره، رجله اليمين اللي مش متحركه على خط الجول الثابته، رجله الشمال اولا رجله مفروضه لحد الاخر، معديه الرجل اليمين اللي هي على خط المرمى وداخله جوه الجول ومطلع الكوره. حتى الفار ما قعدش في الكوره دي مثلا 10 ثواني او يبص عليها او حتى قال للحكم حاجه، لا ده الكوره اتلعبت على طول. انا شاكك فيها، كره مشكوك في صحتها، ولكن يعني عندنا الكابتن ناصر عباس بعد المباراه هيقول لنا رايه ايه فيها. هنروح لفاصل، وبعد الفاصل هنرجع لضيوفنا الكرام ونشوف ارائهم عن احداث الشوط الاول. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، شفنا الشوط الاولاني في البدايه ضغط من فرقه طلائع الجيش ما استمرش كتير، وتسيد النادي الاهلي الشوط الاول ولكن بدون خطوره حقيقيه على المرمى، لحد الكره اللي هي عليها كلام عدت في 5 ثواني. هو شوط اول ممكن تقول متوتر. شوط متوتر خصوصا من لعيبه النادي الاهلي. لازم نهدى كده شويه. الاوقات اللي بنلعب فيها بهدوء وبتوصل بتبقى خطر. زي كره علي معلول، هدوء وطلع وتلعب الكره بعرض بس مفيش حد على الجانب الاخر. كره عملها محمد مجدي جراح على الجنب اليمين. الكرات اللي انت تبقى هادي فيها جدا يا ايمن بيبقى شكلك عندك خطوره. الكور الطويله اللي بتتلعب النهارده فيها مغالاه شويه، بيبقى عندك 50-50 يعني مدافع مهاجم، وغالبا المدافع شايف بوشه بالنسبه له سهله. عشان كده لازم النادي الاهلي الشوط الثاني يعمل ضغط وضغط هجومي كويس قوي، بس يلعب اللعب بتاعه، استخدام الاطراف كويس قوي اذا كان اكرم وعلي معلول، ولازم الكره تعدي على نص الملعب. ما ينفعش اللعب من الشناوي او ايمن اشرف لبوالي على طول، بتسهل الامور بالزبط. شويه ما ينفعش العب على كره واحده، لازم العب الكره على الارض واشوف الاطراف كويس قوي والاختراقات من نص الملعب، ولازم في سرعه شويه في الاداء. فريق الجيش بيلعب بحماس قوي جدا زي ما اتفقنا كلنا، ان هو بيقفل كويس المساحات وبيبذل اقصى مجهود، لكن انت عندك الفرصه انت ان شاء الله تجيب جول بس بهدوء شويه باذن الله رب العالمين. كابتن اسامه، تقييم سريع لاحداث الشوط الاول. البدايه كانت ضغط من الجيش، لكن انا قلت لك مش هيستمر، هم 5 6 دقائق 7 دقائق. النادي الاهلي سيطر وابتدى هو اللي يبقى مستحوذ وهو الاخطر، وان كانت الخطوره مش عاليه قوي. انا شايف ان الجنب الشمال اللي علي معلول فيه هو اللي شغال كويس قوي. وعلي معلول النهارده فايق وعمل كرات عرضيه وبيعمل اكتر من كره عرضيه، حتى الفاولات بيعملها خطر والكورنرز. الجنب بتاع اكرم واقف، هو في مشكله في مشكله في الجنب اليمين بتاع اكرم. حسين الشحات سايب الجنب خالص. لسه كنت بص، انت خدتها من على لساني. حسين الشحات وكهربا كمان داخلين ضامنين لجوه قوي جوه قوي وقت طويل. ماشي، انت بتضم في وقت بعض الاوقات عشان تقرب من بواليا وعشان تخترق من العمق، لكن في وقت لازم العب على الاطراف شويه. يعني لازم حسين وكهربا يبقوا موسعين الملعب شويه. مظبوط. فدي فعلا باينه ان هي مقصره معانا شويه. الحاجه الثانيه طبعا الكره اللي هي مشكوك فيها ديت كانت خطر جدا، وفي كره تانية بس علي معلول لعبها جامده شويه كانت على الارض، دي كانت ممكن تيجي جون. بالنسبه لفرقه الجيش ما فيش خطوره كبيره غير الكره اللي هي اشتراك بين عمرو جمال والشناوي عملها بالبوكس. صحيح. وفي كره في اول الماتش اتلعبت من ناصر منسي، هو اللعيب اتاخر كان المفروض ياخدها على الطاير، حب يسند جوه السته، لكن ما لهمش خطوره كبيره. صحيح. فانا شايف النادي الاهلي قريب
ولكن انا متفق مع علاء تماما انه في استعجال وصربعة شويه. ايوه عايزين نبقى اهدى من كده. كابتن بلال، ايه سبب توتر لعيبه النادي الاهلي الشوط الاول؟ المكسب طبعا. انك عايز تكسب، يعني الماتشات اللي زي دي انت بتبقى بتسعى فيها للمكسب، كل دقيقه بتمر على النادي الاهلي هو عنده ضغوطات كبيره جدا، عنده ضغوطات لان انت برضو عندك منافس بيلعب، انت مش عارف النتيجه ماشيه ازاي. هل فبالتالي انت كل فرصه، يعني لاحظ كل الفرص اللي بتيجي للنادي الاهلي انت عندك استعجال، عايز تصويب مش في مكانه، مش عايز تباصي، عايز بسرعه تنقل الهجمه بشكل سريع جدا، مش واخد وقتك في بناء الهجمه، كل الحاجات دي بتخليك توصل اللي احنا واصلين له دلوقتي حالا. الهجمات اللي بتجيلك كلها هجمات يمكن مش عايز اقول منظمه، لكن فيها نوع من التسرع شويه، مش عايز اقول برضو من العشوائيه، لكن فيها نوع من التسرع شويه. مطلوب ان احنا نهدى، مطلوب ممكن انت هجمه تتبني بشكل كويس جدا، صح، تنتهي وتتفنش بشكل كويس جدا وممكن يتسجل منها هدف. مطلوب التحرك، يعني تحرك مجدي قفشه شويه والربط مع الاثنين الطرفين كهربا وحسين الشحات، هما برضو زي ما قالوا الكباتن سايبين اماكنهم شويه، داخلين جوه قوي، داخلين جوه الملعب. انت الماتشات اللي زي دي انك تشتغل على طرف الملعب، خلي بالك انت مسهل المأموريه ليهم ليه؟ لانهم اصلا عاملين كثافه عدديه جوه ال 18 ولا قدام ال 18. انت عندك لعيب لازم تستغله النهارده، والتر باليا في الكرات العرضيه، مظبوط، لازم تستغله. فبالتالي لازم تستغل الطرفين بتوعك بشكل جيد جدا 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 جدا. يعني طرف واحد تقريبا اللي شغال، عندك علي معلول بيشتغل كويس، وكمان علي معلول مش زي الماتشات اللي فاتت ما بيشتغلش من بره قوي، علي معلول بيكمل لجوه وبيعمل الكرات العرضيه، لازم تشتغل الكرات العاليه، وهو لعيب مميز. تاني حاجه مهمه جدا جدا النهارده، استغلال بواليا في السكند بول مهم جدا، يعني بيحضن كويس، محطه جيده، لازم نستغله ونعمل زي الماتش اللي فات، يبقى الطرفين جاهزين ان هم يتحركوا عشان نقدر نشتغل عرضيات كويس، عشان نقدر نخلق فرص ان احنا نسجل منها اهداف. مظبوط. كابتن اسامه، ايه الاوراق اللي ممكن يستغلها الشوط الثاني مستر موسيماني؟ اول حاجه بس قبل الاوراق اللي يستغلها مستر موسيماني، لازم نخلي بالنا هيكون في اندفاع هجومي بالنسبه للنادي الاهلي في الشوط الثاني، فنخلي بالنا من الهجمات المرتده خاصه ورا الاطراف، علي معلول واكرم توفيق، الهدوء في الجزء الاخير، ان في صربعه زي ما الكباتن قالوا في نهاية الهجمه، في استعجال، لازم يبقى عندنا هدوء. في طبعا بره الاوراق الرابحه للنادي الاهلي او ممكن يعني تبديلات موسيماني، في صلاح محسن، في طاهر، محمد طاهر، يعني حسب يعني مجريات اللعب موسيماني ممكن يكون في مغامره لو الهدف اتاخر شويه في الشوط الثاني. باذن الله رب العالمين، كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله الشوط الثاني. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم انتظرونا.